يمر عدد كبير جدا من الكويكبات عبر نظامنا الشمسي ولا نعرف عنها شيئا. إنها قطع صخرية من المواد المتبقية من الزمن الذي تشكل فيه نظامنا الشمسي منذ حوالي 4.6 مليارات سنة. إنها تتحرك حول الشمس، ولكن ليس بالطريقة التي تتحرك بها الكواكب. نحن نتحدث عن أجسام متمردة بحق تفضل اتباع بعض المسارات الغريبة جدا. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تدور بطرق مختلفة أثناء انتقالها بين الكواكب والأجسام الفضائية الأخرى. وتأتي أغلب هذه الصخور من حزام الكويكبات الرئيسي الذي يقع بين المشتري والمريخ، وتبقى معظمها هناك. لكن جاذبية المشتري قوية جدا، لذا يمكنها دفع بعض تلك الصخور الطائرة في اتجاهات مختلفة ونحونا أيضا. إنها مستديرة أحيانا وأحيانا أخرى، لها أشكال غريبة مع حفر وثقوب تنتج عن كل ما تصطدم به من صخور فضائية أخرى. وكما نعلم حاليا، يوجد أكثر من 1,000,000 منها في حزام الكويكبات الرئيسي، وكل هذا جيد حتى يتحرك بعضها في اتجاهنا. تعمل وكالة ناسا على مراقبتها، لذا نحن نعلم أن كل شيء على ما يرام على الأقل في الوقت الحالي. لكن لم يكن هذا هو الحال دائما مع كوكبنا الحبيب. إذا كان بإمكان الأرض التحدث، فربما كانت ستخبرنا الكثير من قصص الكويكبات الجنونية. إنها تلك الصخور الفضائية التي خلفت فوهات صدمية نسميها قبابة. لها شكل محدد مرتفع من المنتصف على غرار ما تراه عندما ترمي حصى في بركة، وترى بعض الماء يتناثر لأعلى. لكننا لن نتمكن أبدا من اكتشاف العديد من الفوهات الأخرى. أعلم أن هذا الجزء المرتفع عند المركز يبدو كشيء يفترض تمييزه بسهولة، خاصة إذا كان الكويكب الذي ارتطم ذات يوم بالسطح كبيرة. لكننا نتحدث عن ملايين وملايين السنوات من التآكل، لذا فإن الرياح والمياه وحتى الجاذبية تفعل ما تجيده وتمحو الآثار. إنها تتسبب في تآكل القباب الصدمية، وحتى أن بعضها تختفي تحت طبقات من الصخور والأتربة، أو تختفي إلى الأبد لأن الصفائح التكتونية للأرض تستمر في التحرك. ألقي نظرة على القمر، لقد شهد العديد من الاصطدامات أيضا. لكن على القمر لا يوجد محيط أو صفائح تكتونية متحركة أو حتى رياح تعمل ببطء لملايين السنوات على محو الفوهات من على سطحه. تاريخ القمر بالكامل مكتوب على سطحه، لكن الأرض لديها قواها الخاصة التي يمكنها محو أماكن مثل فوهة فريدفورت وفوهة تشيكشولوب الشهيرة الناتجة عن الحدث نفسه الذي قضى على الديناصورات. لحسن الحظ، توصل العلماء إلى طرق جديدة للعثور على الفوهات القديمة، فهم غالبا ما يركزون على الفوضى التي خلفتها الاصطدامات، أي المواد التي تناثرت هنا وهناك. والقارة الأسترالية مثيرة للاهتمام بشكل خاص، لأننا نتحدث عن ملعب لضربات الكويكبات، وأعني بذلك قارة غوندوانا العملاقة القديمة التي شكلت جنوب كوكبنا منذ مئات الملايين من السنين. يعرف الخبراء حوالي 38 اصطداما، بالإضافة إلى ذلك فإنهم يتكهنون بحوالي 43 اصطداما آخر، بعض الفوهات صغيرة نسبيا في حين أن بعضها الآخر كبير ومخفي تماما. ومؤخرا اكتشف عالم يدعى توني ييتس أنماطا مغناطيسية غريبة تحت الأرض في نيو ساوث ويلز بأستراليا. يا لها من أدلة جديدة على اصطدام كويكب عملاق. وعندما أقول عملاقا فإنني أعني ذلك حقا. إنها فوهة يبلغ قطرها 520 كيلومترا. قد يكون هذا أكبر موقع اصطدام تم اكتشافه على الإطلاق. يسمى هذا المكان بفوهة دانيلاكوان. تظهر أنماطها المغناطيسية تموجات مميزة حول المركز، كما يحدث عندما تصطدم صخرة بالماء. هناك أيضا كسور تتجه إلى الخارج من المركز، ويبدو أن الصخور من داخل الأرض دفعت في النهاية إلى هذه التشققات. هذا ما يحدث عادة في اصطدامات الكويكبات الكبيرة. من المحتمل أن هذه الفوهة
كانت موجودة في شرق غوندوانا منذ مئات الملايين من السنين قبل وقت طويل من انقسامها إلى عدة قارات بما في ذلك أستراليا. في الوقت الحالي كل ما نعرفه عن هذه الحفرة هو ما نراه على السطح. للعثور على مزيد من المعلومات حول هذا الاصطدام والحصول على بعض الأدلة سيتعين علينا الحفر في الأرض. إن كويكبا بهذا الحجم ليس أمرا هينا على الإطلاق، فقد كان من الممكن أن يتسبب في عصر جليدي هائل وربما حتى في محو نحو 85% من الأنواع، أكثر حتى مما قضى عليه الكويكب الذي أدى إلى انقراض الديناصورات خلال 4.5 مليار سنة، وهي المدة التي عاشها كوكبنا. تعرض لاصطدامات من مئات الكويكبات الضخمة، لكن هذا لا يعني أن كل صخرة فضائية تدخل الغلاف الجوي تصل إلى الأرض، فمعظم تلك الصخور التي تتمكن من عبور الغلاف الجوي تكون صغيرة نسبيا، فمثلا يبلغ قطرها مترا واحدا، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا لأن أي صخرة فضائية يقل قطرها عن 25 مترا لن تتمكن على الأرجح من عبور الغلاف الجوي لكوكبنا. وبما أن هذه الصخور الفضائية تقترب منا بسرعة كبيرة، فإنها تعمل على تسخين الغازات في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى احتراقها. وبالمناسبة بمجرد دخول الأجسام الفضائية إلى الغلاف الجوي فإنها تتحول إلى نيازك، وفي معظم الحالات لا تسبب هذه الأجسام الكثير من الضرر إن وجد أثناء سقوطها. ولكننا اعتدنا أن نرى أجساما أكبر حجما تحلق حول الأرض وتصطدم بها، وقد ترك ما لا يقل عن 190 منها آثارا لا تزال مرئية حتى اليوم. وأحد هذه الأجسام الضخمة حقا يقع في جنوب إفريقيا فوهة فريدفورت، ويبلغ عرضها 160 كيلومترا. إنها في الواقع الأكبر، أو على الأقل هذا ما يعتقده العلماء في الوقت الحالي، لأنهم ما زالوا بحاجة إلى التحقق من أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول هذه الفوهة الجديدة في أستراليا. تشكلت هذه الفوهة في جنوب أفريقيا منذ حوالي 2 مليار عام، وربما كان الكويكب الذي تسبب في تكوينها أكبر من الكويكب الذي قضى على الديناصورات. وعندما يكون حجم الكويكب أكبر من 1 كيلومتر، يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة حقا في جميع أنحاء العالم. كان هذا الاصطدام قويا لدرجة أنه كان من الممكن أن يتسبب في حرائق في كل مكان ونشر الكثير من الغبار في الهواء. وعند وجود الكثير من الغبار في الغلاف الجوي يمكن أن يتغير المناخ على الكوكب لأشهر أو حتى سنوات. بعد ذلك لدينا أيضا الكويكب الأكثر شهرة الذي أحدث حفرة عملاقة نطلق عليها اليوم فوهة تشيكشولوب، عرضها 180 كيلومترا. أنت تعرف ما حدث؟ لقد تحطم على كوكبنا منذ 66 مليون عام، عندما كانت الديناصورات المسكينة تتجول وتلتقط الطعام وتقع في الحب وتفعل ما تجيد فعله ببساطة. لم يمحها الاصطدام في حد ذاته على الفور، فقد ألقى الكثير من الحطام في الفضاء، وعندما سقط على الأرض انتشرت النيران واللهب في كل مكان. كما أن الاصطدام أنتج سحابة كبيرة من الغبار غطت الكوكب لسنوات، حجبت هذه السحابة ضوء الشمس مما أضر بالنباتات وسلاسل الغذاء بأكملها. حتى تلك الديناصورات التي نجت من الاصطدام ومثل هذه الظروف الصعبة واجهت صعوبة في العثور على الطعام، لذلك لم تتمكن من النجاة. على الأقل تركت لنا العديد من الحفريات وتحولت إلى مصدر إلهام للأفلام والقصص. منذ زمن بعيد قبل 18 مليار سنة في كندا اصطدم شيء كبير بكوكبنا وترك حفرة كبيرة نعرفها اليوم باسم حوض سادبري. لطالما اعتقد الناس أنه كان كويكبا، لكن الآن يعتقد بعض الخبراء أنه ربما كان مذنبا عملاقا يتكون من مزيج من الجليد والصخور. ومع ذلك اختفت الحفرة تقريبا الآن بسبب الظروف الجوية، لكن الناس ما زالوا يستخرجون الحديد والنيكل من هناك، وفي الوقت نفسه يجدون بقايا الجسم الفضائي الذي سقط هناك. إذا تعمقت في جنوب الهند فستجد حفرة كبيرة تسمى فوهة لونار، عثر عليها السكان المحليون بالصدفة منذ 200 عام 1823،
واعتقدوا أنها ربما تكون جزءا من بركانة، لكننا نعلم الآن أنها آثر نيزك سقط على الأرض منذ حوالي 35 إلى 50 ألف عام. ما يميز هذه الفوهة هو أنها الوحيدة المعروفة التي تشكلت في نوع من الصخور يسمى البازلت. توجد حول الفوهة تلال مغطاة بالأشجار، وتعيش هناك حيوانات مثل الطاووس والغزلان، كما تحب الطيور زيارة البحيرة القريبة من الفوهة خلال فصل الشتاء. والبحيرة نفسها مثيرة للاهتمام أيضا، إذ يمكن أن تتحول إلى اللون الوردي بسبب كل تلك الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش هناك، لكن هذا التغير في اللون لا يدوم طويلاً.